أنزل المقتدرين عن العروش ورفع المتواضعين. إخوتي الأحبة، هالكلمات بتقول العذراء مريم بنشيد تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لما إليصابات أعطتها الطوبة وقالت لها طوبة للتي آمنت بأنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب، هتفت مريم تعظم نفس الرب. هالنشيد أحبائي بيعبر عن إيمان مريم وتأملها بقدرة الله اللي قادر يقلب المقاييس، لأنه هو المخلص، هو اللي نظر إلى تواضعها، ومن شان هيك سوف تطوبها جميع الأجيال. من الأمور اللي بتقولها مريم، تقول أنزل المقتدرين عن العروش ورفع المتواضعين. إذا منتأمل بهالجملة منشوف إنه كيف حقيقة بتاريخ العالم ياما في عظماء، ياما في أشخاص كانوا مقتدرين وكان عندهم القوة والقدرة، بالكاد التاريخ بيذكرهم. أما كتار من الوضعاء والمتواضعين، أمثال القديسين اللي عاشوا بالخفاء ولكن عاشوا الحب واختبروا عمل الرب من خلال حياتهم، بعدهم اليوم عم بينذكروا وهن مرجع بالنسبة لإلنا. حقيقة الرب يقلب المقاييس، ينزل الأقوياء ويرفع المتواضعين. نحن بحاجة اليوم أحبائي نآمن بهالشيء، لأنه منطق العالم بيقول غير هيك. منطق العالم بيعظم الأقوياء، بيقول نياله القوي ونياله اللي عنده قدرة ونياله اللي عنده سلطان ونياله اللي بيقدر يحقق كل اللي بيرغب فيه. ولكن منطق ربنا بيقلنا إذا عرفنا نخسر من أمور هالدنيا أو إذا عرفنا نتخلى عنها، حقيقة بيخلينا نختبر إنه هو ملء العطاء، بأنه هو الكنز، بأنه هو اللي بيعطي المعنى لحياة الإنسان. لأنه الرب بالحب والسلام والفرح اللي بيعطيه للإنسان، بيختبر الإنسان اللي بيحصل عليهم إنه عم بيحصل على أعظم كنز بالكون. خلينا اليوم بإيمان مريم نرغب بأنه نكون من هالمتواضعين اللي عم بيختبروا عمل الرب بحياتهم، وعم بيختبروا كل العظائم اللي ممكن تظهر بكل عمل محبي، بكل عمل رحمي، بكل كلمة بتبلسم وبتعطي معنى لحياة الآخرين. للرب المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.